أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام أن العالم يعاني اليوم من سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل ما يشهده العالم الافتراضي من تدفق للمعلومات غير الدقيقة والإساءات الدخيلة على مجتمعاتنا. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام خلال رعايته إطلاق حملة قل خيرا على أن مواجهة إساءات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولية اجتماعية يتحملها الجميع دون استثناء عبر تبني الخطاب المعتدل البعيد عن الفتن والإساءات. وأشار سعادته إلى أن مملكة البحرين تملك قصص نجاح وطنية أثبتت فاعلية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الخير والمحبة والسلام، بما يعكس هويتنا البحرينية الأصيلة. وتقدم وزير شؤون الإعلام بجزيل الشكر للشباب البحريني على مشاركته الفاعلة في هذه الحملة الوطنية التي تتبناها الوزارة بهدف التوعية بآثار التنمر الإلكتروني، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح. الجدير بالذكر أن رسالة حملة قل خيرا تهدف للتوعية بأهمية وأثر الكلمة على الأشخاص والمجتمع، كما أنها تأتي انطلاقا من مسؤولية وزارة شؤون الإعلام كمنصة رئيسة للإعلام الوطني للتوعية ونشر الممارسات الصحيحة التي تخدم المجتمع، خاصة في ظل ما تشهده الفترة الراهنة من ازدياد حالات التنمر وانتشار الإشاعات بصورة سهلة دون التحقق من مدى صحتها. خلال الثانية الواحدة هناك 6 حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي. في الدقيقة الواحدة هناك أكثر من 300,000 تغريدة. وفي الدقيقة الواحدة هناك أكثر من 300 ساعة ترفع على اليوتيوب. عالم مخيف. أصبحنا كلنا نعيش في هذا العالم. وفي المقابل هناك الكثير من الناس بدأت تتأثر وبشكل سلبي من هذه الوسائل. كل حساب اليوم أو كل تليفون موجود عندنا تجد الكثير من الأخبار الغير صحيحة. ولما نقول أخبار مزيفة أو غير صحيحة، هذه ليست كلمات للاستهلاك الإعلامي. أحد الرؤساء الدول الكبرى خلال 2019 ذكر كلمة أخبار مفبركة أو فيك نيوز في أكثر من 196 تغريدة. نحن نعيش عالم فيه الكثير من المعلومات المزيفة. هذا لا يعني بأن وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة غير مفيدة. نحن نقول بأن هذه الوسائل يجب أن نستخدمها الاستخدام الأفضل. إساءة استخدام الهاتف كانت مصطلح يستخدم في السابق. الآن هناك من عاش في هذا العالم ولا يستطيع الخروج منه. أغلبكم الآن عنده مسج وفي نهايته كما وصلني، أو في نهايته والله أعلم، ولا أعتقد بأنه هو في حاجة أن يعيد رسالة إذا كان غير متأكد من هذه المعلومة. هناك أشخاص اليوم تأثروا تأثير كبير، وأنا أشكر الأخوة القائمين على هذه الحملة. الفواصل اللي شفناها هذه واقع حقيقة عاشها الكثيرين نتيجة سوء استخدام هذه الوسائل. السؤال اللي يطرح نفسه، هل وزارة الإعلام هي المسؤولة على أساس نقود حملة لتوعية الناس وتثقيفهم؟ أنا أعتقد كلنا مسؤولين. المدرس مسؤول، الوالد والوالدة، خطيب الجمعة، كاتب المقال، جميعنا مسؤولين. أنا لا أتحدث أمامكم كوني مسؤول، أنا أتحدث كولي أمر، أتحدث كمواطن يحب الخير لبلده. سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، كنا نعتقد بأن هذه ظاهرة، أو كان من يقول أنها ليست ظاهرة.
حتى شفنا الكثير من المسؤولين في الإعلام الغربي يشكون من هذه الظاهرة. هناك من يعتقد بأن الحديث في هذه الدائرة يعني تقييد لحرية التعبير، وهذا الكلام غير صحيح. يجب على الجميع أن يعبر عن رأيه، ولكن من خلال كلمة تعكس ثقافتنا. لما أقول ثقافتنا أقصد فيها نحن كبحرينيين، لسنا بأصحاب صوت مرتفع. نحن كمسلمين نتبع دين يحثنا على الابتسامة صدقة، والكلمة صدقة. الكلمة الطيبة لها أثر كبير. طيب، في الختام أنا أؤكد أنا لست هنا لكم لأقدم نصيحة أو وعظ. في النهاية أتمنى للجميع القائمين على هذه الحملة التوفيق، عمل يشكرون عليه، فيه الكثير من الإبداع. وفي الختام أتمنى من الجميع أن يساهم معانا في هذه الحملة عبر تبنيه لمبدأ قل خيرا. وشكرا جزيلا. قل خيرا أو الزم جانبه وانأى بذاتك عن فكر سكنه مبدأ التنمر الهجومي، ذلك القامع لكل من يخالفه أو لم يخالفه. فقط يراد من ذلك دحض الآخر بكلمة اختفت بين أحرفها المقدمات الحسان، ولا تفريق بينها وبين فعل ساء منبته وقبح تأثيره اللا إنساني على نفس بشرية لطالما استهوت سماع ما يدفعها للأمام حتى تستمر في عطائها دون ما مواجهة محطات من الانكسار قد تثبط من إنتاجيتها وتقودها نحو التخلف عن ركب الجميع. قل خيرا حملة إيجابية تتبناها وزارة شؤون الإعلام للمرة الثانية، وظفت ضمن نطاق الحد من التأثير المجتمعي الكبير لمختلف وسائل العولمة الإلكترونية عبر عالمها المترامي من الحسابات المعلومة وحتى مجهولة الهوية في طرق إرسال الأخبار وإباحة المعلومات أو تناقل الإشاعات غير المؤكدة عن الأشخاص والتي يستحيل الوثوق بمصدرها وصحتها في كثير من الأحيان بالشكل الذي يتجاوز القانون ويتنافى مع مبادئ الذوق العام. عندما تكتب كلمة لازم تحاسب نفسك قبل لا تكتب هذه الكلمة لهذا الشخص الذي توجه له الكلمة، هل ترضى أنك أنت يوجه لك هذا الكلام؟ طبعا لا. فمن خلال هذه الحملة احنا قاعدين نحط صور وأمثلة من الواقع ممكن تأثر في الأشخاص لما يشوفونها، ممكن تغير فيهم لو 1%، احنا على الأقل حسينا ان احنا وصلنا ل5% من الهدف المرجو لهذه الحملة. تقيدني أكثر وأكثر. مبادرة تستمد ألقها وتستوحي سمو معانيها من دستور إنساني جاء نتاج حرص مجتمعي بحريني بتعميم فكرتها وإيصال رسالتها الهادفة إلى وجوب الاستعمال الصحيح لوسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني، وهذا ما ترجم على شكل أداء مسرحي. حاولنا ندمج التكنولوجيا بالاستعراض، فحطينا سيناريو معين بحيث ان الكلمات توصل دائما من القلب للقلب، بحيث ان احنا نثير شوي المشاعر على اساس ان نوصل الرسالة. فحاولنا نوصل رسالة اعتيادية الكل يسمعها في كل مكان لكن ما يتأثر منها، فحاولنا ان احنا نوصلها باسلوب جديد على اساس ان ندش مثل ما نقول داخل القلب. فكرتي في العرض ان انا اللعبة اللي كانت ميودتها منا اللي هي ممثلة صغيرة وياي، فأنا اللعبة ذي إنزين وقاعدة أطلع أن أنا معاناتي مع التنمر في هاي اللعبة، فهي تبي تعيش اللعبة منها، تبي تعيش اللعبة بطريقة أن هي أحسن منها. قل قولا يبني ولا يهدم، يرفع ولا ينكس من همة طاقات فردية كانت أم جماعية ترغب فقط نشر المفيد والغريب وتطمح في أن تكون فاعلة داخل محيطها. قل خيرا مشروع ثقافي تمضي وزارة شؤون الإعلام
بالتعاون مع عديد الجهات الأهلية والخاصة نحو تدعيم ركائزه ليصبح ممارسة وسلوكا محمودا لا يساوم على تركه من أبقى على ضميره حيا. فغرد خيرا وانشر أثرا طيبا نافعا تصيب به ثمرا يانعا يفيد ولا يضر. لتلفزيون البحرين محمد رشيدات.